انا والله منيح يا شادي يما، والله كنا بخير ومبسوطين، بدنا سلامتكم بس، احنا بنستنى في الاخبار من عندكم دقيقه في دقيقه، محامي يطمنا عنكم، واحنا مبسوطين. اولادك لو تشوف يا شادي مبسوطين ومناح والله، وما بحرمهم اشي، واحنا بنطبخ وبناكل، تهملش همنا، احنا كلنا مناح ومبسوطين الحمد لله. احنا رافعين روسنا من وراك، وليش نعيط ولا نسوي اشي؟ لا احنا بخير ومناح، يومي يومي في الخيمه. افادي الله يرضى عليك، الله يقويك يما، الله يثبتك، الله ينصركم على سجانكم يا رب، ان شاء الله النصر وارد لا محاله، وعن قريب ان شاء الله، والله يحفظكم يرضى عليكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دكولنا ابني الله يعطيك الصحه وطولة العمر، ودير بالك يما على حالك، وتوكل على رب العالمين، والفرج من الله بيجيك ان شاء الله، وربنا يعطيك الصحه وطولة العمر، ويبرد عطشكم عليكم، ويبرد جوعكم عليكم، والله يرضى عليك يما بعدد ما تعبت عليك، الله يرضى عليك، ودير بالك على حالك يما، وانا مليح. وان شاء الله ربنا المره هذه بيحرسك يما وبحميك وبحفظك، واحنا معك يما، وايش ما صار احنا راضيين في حكم الله، وان شاء الله يما ربنا بحقق كل طلباتكم، وبنصركم على جلاتكم وعلى سجانكم. كيف حالك يما علاء؟ شو اخباركم؟ احنا جميعنا معاكم، احنا معاكم لحتى تحرير اخر اسير في سجون الاحتلال. الله ينصركم يا ربي ويثبتكم يا رب ويحميكم. احنا جميع اميات الاسرى مظلنا في الخيمه عبين ما الله سبحانه وتعالى ينصركم، وتهملوش الهم، والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، وجميع الشعب معاكم، الله يحميكم يما ويثبتكم، والله معاكم يا رب. امي حبيبي الله يسعدك ويرضى عليك ويصبحك ويربحك يا امي، انا كثير كثير فخوره بيك، بيطلعوا لي شباب بفرج عنهم بيقولوا لي رأفت زي ما انت ربيتي، وانا اقوى، انا الحمد لله اني انا مربي رجال، إيه وانا بساندك في الضرب عن الطعام، وبقول لك الله يقويكم، والله يشد من معازمكم، وان شاء الله النصر لكم يا امي، وما تخاف يا امي، العود بعود، اللحم بعود، بس المهم المعنويه والصمود اللي انتم فيها، والله يقويكم يا امي.